شيء هذا الجهاز عندك فيه اربع ازرار اللي هم كنت فور يعني ستارت الفور هذا زر ستارت عندك هنا تتاكد ان البرنامج شغال السوفت وير شغال تجي هنا وراح يكتب لك ستاند باي يعني خلاص تبدا تشتغل تجي هنا تاخذ الفور وتحطه داخل الصندوق Don't hold it from the tip of tail. أول ما تحط الفار تضغط الفور. طبعاً أول ما تضغط الفور راح تبدأ تسجل المعلومات. راح يأخذ 30 ثانية. يسجل لك الاسم والاسم اللي slow movement وfast movement هي اللي تهمك. قراءتين هذه القراءتين راح تكون للبصر reading. بعد ما تخلص من البصر reading بعد 30 ثانية تسجلها. ننتقل للجزء الثاني من التجربة. راح تكتب السلو موفمنت والفاست موفمنت سلو موفمنت 215 فاست موفمنت 85 وهذا رقم التجربة لا تنسى عشان بعدين راح نتذكر رقم التجربة من هنا لما نرجع للتجارب نضغط على F2 هذه التجربة 63 يطلع لك وتطلع قراءات البصر اللي هو السلو موفمنت والفاست موفمنت نسجلها بعدين ناخذ الفور ثاني مرة you should come back stand by now it is ready for next experiment يعني الروت اوف ادمنستريشن ثبته ما عليك راح بس الحين ننتظر 15 دقيقة نكمل باقي التجربة بعد 15 دقيقة هذا البرنامج ما وريناكم في البارت واحد هذا هو اسمه سيدا كوم تفتح البرنامج بس كذا هذه الشاشة الرئيسية كذا تتأكد ان البرنامج شغال هنا لو نضغط بس الفور اللي هو ستارت مرة ثانية الحين قد سوينا انجكشن للفور وحسبنا 15 دقيقة بعد 15 دقيقة نجيب الفور الحين وندخله داخل الجهاز دي شامل نضغط على طول ستارت بعض الأحيان لازم تنزل ده خلاص الحين بدأ يحسب الـ slow movement والـ fast movement طبعا هنا عندك الـ experiment number 70 لازم تحفظ هذا الرقم تعرفه عشان ترجع له بعد شوي عندك هنا slow movement 138 fast movement 39 التجربة حقتنا قبل شوي كان رقمها 70 هذه التجربة 71 الحين ناس بعدنا ترجع تضغط F2 عشان يرجعك على التجارب اللي قبل واحد 71 70 هذه التجربة حقتنا تاخذ القراءات وتسجلها وعلى طول خلاص ونرجع للقراءات عشان نسجلها عندنا في التجربة اول شيء تجي هنا الحين وستاند باي الجهاز تضغط على F2 اللي هو داتا تضغط على F2 تضغط مرة ثانية F2 اللي هو ريد F2 راح تطلع لك تجربة رقم واحد تضغط هنا عشان يجيب لك اخر تجربة اللي هي 74 طبعا هذه ما هي تجربتنا نزيد نرجع تجربتنا الاولى كانت رقم 63 هاي التجربة رقم 63 سلو موفمنت 215 الفاست موفمنت 85 نسجلها هنا سلو موفمنت 215 فاست موفمنت 85 نروح للتجربة حقتنا الثانية اللي بعد ما سوينا الانجكشن وانتظرنا 15 دقيقة تجربة رقم 70 سلو موفمنت 138 والفاست 89 هذه هنا بعدها طبعا بعد ما تسجل معلومات في الجدول تختار الريسولت ريدكشن وليس تنكريز الموتور اكتيفيتي سنترال نيرف سيستم ديبريسنت ولا ستيمولنت ديبريسنت لانها قلت النتائج اخر شيء تسجل اي تريتمنت في بالك يسوي ديبريسنت تسجله مثال عليها مثلا الفينوباربيتال ديبريسنت للسنترال نيرف سيستم فنكتبه هنا كمثال وخلاص طبعا تريتمنت هنا ما يحتاج البادي ويت هنا برضه ما يحتاج اللي يحتاج بس المعلومتين هذه وهذه ولا تسجل ريسولت هل هو ديبريسنت ولا ستيمولنت هذا هو الايم من التجربه كامله يعطيكم العافيه